السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد من خلال صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن نصر أكتوبر المجيد سيبقى نقطة فارقة في تاريخ مصر المعاصر ورمزا لشموخها وعزتها. امبارح أيضا تقدمت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية بأسمى آيات الفخر والاعتزاز لأبطال القوات المسلحة الذين سطروا بدمائهم الطائرة أعظم ملاحم البطولة والعزة. امبارح أخبار كتير حصلت، من بينها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد إن نصر أكتوبر المجيد سيبقى نقطة فارقة في تاريخ مصر المعاصر ورمزاً لشموخها وعزتها. جاء ذلك في منشور للرئيس السيسي على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف الرئيس: في مثل هذا اليوم سطر رجال العسكرية المصرية وقادتها أروع ملاحم الفداء والتضحية لاسترداد أرض سيناء الطاهرة، وضربوا المثل العظيم بمساندة شعب أعظم في الصمود وتحقيق النصر، ليؤكدوا أن التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة هو الحصن المنيع الذي يصون الدولة المصرية طوال تاريخها. وتابع الرئيس السيسي: حفظ الله شعب مصر وجيشها، وكل عام وأنتم بخير. امبارح تقدمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بأسمى آيات الفخر والاعتزاز لأبطال القوات المسلحة الذين سطروا بدمائهم الطاهرة أعظم ملاحم البطولة والعزة. وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: في الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد أتقدم بأسمى آيات الفخر والاعتزاز لأبطال القوات المسلحة الذين سطروا بدمائهم الطاهرة أعظم ملاحم البطولة والعزة، مضيفة: نحتفل اليوم بإنجاز خالد في تاريخ الأمة صنعه رجال آمنوا بوطنهم واستقلاله. كل التحية لأبطالنا وشهدائنا الأبرار ولشعبنا العظيم الذي يقف دائماً سنداً لجيشه. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تم افتتاح المعرض الفني لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والذي يستمر حتى 13 من شهر أكتوبر الجاري بمقر الجمعية بالوفاء والأمل بمدينة نصر، ويضم العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالإضافة لمنتجات الجمعية من الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه استمراراً للدور المجتمعي اللي بتقوم به القوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصري العظيم، وفي إطار الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للمؤسسات الطبية التي تقدم خدمتها العلاجية للأطفال بالمجان، شاركت إدارة الموسيقات العسكرية في حفل مؤسسة مستشفى 57357 اللي تم تنظيمه لرفع الروح المعنوية للأطفال ورسم البسمة على وجوههم. وقدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض والمعزوفات الموسيقية المبهجة للأطفال والأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى، وده للتخفيف من أعبائهم وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم. امبارح أفرجت وزارة الداخلية عن 3610 نزيل من مراكز الإصلاح تنفيذاً للقرار الجمهوري اللي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 427 لعام 2024 بالإفراج عن 3610 من المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر. وقام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بالإفراج عن المحكوم عليهم المشمولين بالقرار من كافة مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية.